ماشي يا مدحت بيه كده. انا عملت كل اللي انت طلبته مني. عملته بالظبط ولا جودت من عندك؟ لا ما جودتش. هجود ليه؟ مش انت هتريدي فلوسك وانت حر؟ خلاص انت حر. تريك مني النصيحه وانا قلت لك وانت ما سمعتش. الله يبارك لك. تمام. في حوار تاني عايزك فيه ومفيش حد غيرك هيقول لي اعمله ازاي من غير ما اعور نفسي وانا مش دريان. تعور نفسك؟ انت بتكلم حلاق. في وحش قوي. والله حلو بس انت اللي قافش يعني. ما علينا. هي فعلا حلاقه. حاجه عايزه تشال من جدرها وانت اللي هتقول لي اشيلها ازاي.